قبل ما ندرس الفيزر دايجرام تبعت المحول بدنا نفهم او بدنا نراجع شو يعني فكره فيزر. الفيزر الى حد ما بيشبه الفيكتور. خلينا نطلع، لو انا عندي دائره، لو عندي دائره كهربائيه ودائره كهربائيه احط عليها احطها كلها في مستطيل بغض النظر ايش موجود في داخلها، وجيت الدائره الكهربائيه اعطيتها سورس، وخلينا افترض هذا السورس له فريكونسي معينه، هذا اي سي سورس ساينوسويدال سورس وله فريكونسي مثلا اف هرتز، ولو جيت طلعت في داخل هذه الدائرة في أماكن مختلفة يمكن ألاقي في كارنت هون، ألاقي فولتج هون V1، ولاقي هون V2، هون I1، هون V3 إلى آخره. هلا أول شيء لازم نفهم هذه السورس، ما فيش سورس ثاني في كل الدائرة. إذا هذا السورس له فريكونسي 50 هرتز، شو ما أقدر أقول عن هدول الفولتجز والكارنتس اللي موجودين هون؟ ايش بقدر اقول عنه؟ اذا كان السورس له فريكونسي 50 هرتز، قديش الفريكونسي تبعت اي 1 ممكن تكون؟ هل ممكن تكون الفريكونسي تبعت اي 1 غير 50 هرتز؟ لا ما فيش غير هذا السورس، مش هيك؟ اذا احنا واضح بنقول انه ما دام هذا 50 هرتز وهذه لينير سيركت، كل الفولتجز والكرنتس اللي هون لهم 50 هرتز، تمام. هلا لو كانت هاي كلها ريزيستيف الدائره، كلها ريزيسترز، ما فيش غير ريزيسترز، ايش بقدر اقول عن الفيز انجل ما بين هذا الفولتج سورس والكوانتيتيز الموجوده هون؟ انفيز راح يكونوا كلهم انفيز، تمام؟ ما فيش، ما في اي خلاف عليه، تمام؟ يعني لو انا جبت، لو انا جبت فولتج سورس من هون، حطيت مقاومه هون ومقاومه هون ومقاومه هون، وحطيت مقاومات وغيرت هون وحطيت اشياء مختلفه، وشو كيف ما درست هاي الدائره راح يكون فيها فولتجز وكرنتس، كلهم الفريكونسي تبعتهم راح تكون 50 هرتز، وكلهم راح يكونوا ان فيز مع الفولتج، تمام؟ لكن ايمتى بده يصير في عندي فيز شيفت؟ لما يصير في ايش؟ شو بنسميهم هذول؟ رياكتيف كومبوننتس. يعني لو جيت عقدت الدائره هاي وحطيت هون كاباسيتر مثلا واندكتر، وحطيت هون كمان اندكتر مثلا، وحطيت هون كاباسيتر، وبديت ادرس الفولتجز والكرنتس، راح يبطلوا الفولتجز والكرنتس بالضروره ان فيز مع هذا. بس هل الفريكونسي تبعتهم تختلف؟ لا لا. اذا كل الدائره هاي راح تضلها ما دامها لينير سيركت راح تسحب ساينوسويدال كرنت من هون، والساينوسويدال كرنت راح اسحبه من هون، راح يعطيني فولتجز وكرنتس هون، ساينوسويدال فولتج كلهم منهم نفس الفريكونسي، لكن في راح يكون بينهم فيز شيفت. هذه الدائره عشان ادرسها ما دام احنا عارفين الفريكونسي، انا هذول ممكن كيف ارسمهم الان الفولتجز والكرنتس؟ ممكن ارسمهم بهذا الشكل. يعني ممكن اجي احط هاي السورس، هذا اللي هو الساينوسويدال اللي موجود هون الفولتج، واجي اقول مثلا الكرنت عند النقطة هاي شكله زي هيك مثلا على سبيل المثال. الفريكونسي تبعته على فكرة قديش لازم تكون؟ 50. وفي فولتج ثاني في مكان ثاني مثلا، هدول كلهم منهم نفس الفريكونسي، شو اختلف بين هدول؟ شو الاختلاف؟ الشيفت وايش كمان؟ والامبليتيود، الماجنتيود، مش هيك؟ إذا وهاي ما ضافت لي معلومات اللي رسمته كساينوسويد، ما هم كلهم ساينوسويدز، ما انا عارف، مش هيك؟ ليش اغلب حالي؟ ليش اغلب حالي واضل ارسمهم بهذا الشكل؟ شو ممكن اعمل استخرج من كل واحد؟ الزاوية تبعهم. الزاوية وايش؟ والمقدار والماجنتيود. إذا حتى نعمل هيك وجدوا طريقة سهلة اللي هي الفيزر دايجرام. الفيزر دايجرام بقول إن هذا بسمي الأكسس هذا جي أوميجا، أو بسمي جي عفوا، وهذا هون ريل، فهذا صار ريل، وهذا هون ايماجينري. والايماجينري عادة الجي تعمل فيس شيفت باي 90 ديجريز وفيس شيفت باي ماينس 90 ديجريز. هذا الاكسس شو صار؟ ماينس. هذا الماينس جي، وهذا النيجاتيف ريل، وهذا البوزيتيف ريل، مزبوط؟ اذا انا كل واحد من هذول شو بقدر؟ هلا لو اخذت هذا اعتبرته الريفرنس تبعي، شو ممكن اعطيه زاويه؟ زيرو. وين بنحط الزيرو؟ الاصطداع صار. فبنيجي بنقول هذا الفولتج اللي موجود هون، خلينا افترض اني بتعامل مع الار ام اس، راح اقول هذا الفولتج ار ام اس هو طوله وزاويته قديش؟ زيرو. واللي كنتوا انتم تحطوه بهذا الشكل، هذا شو معناها هاي؟ معناها انه هاي الكوانتيتي الها كذا فولت، 5 فولت او 10 فولت ار ام اس، والزاويه تبعتها زيرو بالنسبه لهاي. طيب لو جيت لقيت هون هذا الفولتج مثلا، هذا الفولتج ايش بالنسبه للفولتج الاصلي؟ هي الفولتج الاصلي ليدنج ولا لاجنج؟ لا ليدنج، لانه الزمن تبدا من هناك، اذا ليدنج. وليدنج اذا وين راح يكون؟ واحنا عم نلف هون باي اتجاه؟ اوميجا، بسرعه اوميجا، كلهم لهم سرعه اوميجا، فواضح انه كلهم راح يلفوا بهذا الاتجاه. وهو ليدنج وين راح يكون؟
ليش طوله اقل من هذا؟ لانه هذا الطول اقل من هذا الطول، ماشي واضح؟ اذا هذا الطول اقل من هذا الطول لانه هذا الطول. المعلومات الثانيه ما بتهمني، كلهم شكلهم ساينوسويد وكلهم لهم فريكونسي 50 هرتز او 314 راديان بير سكند. 50 هرتز او 314، وين اجت 314؟ 2 باي باي رغم في 2 باي 2 باي اف اعطتني هون 314 راديان بير سكند، كلهم بلفوا بهذا الاتجاه. وجيت لقيت كرنت هون مثلا، الكرنت هذا ايش بالنسبه لهذا الفولتج؟ لاجنج. خلينا نفترض هذا في، هذا في 2 هذا في 1 كذا. هلا ميزه الفيزر دايجرام بقدر اعامله زي معامله ايش؟ بجمع الفيزرز وطرح الفيزرز فيكتورز بطريقه الفيكتورز. اذا بقدر انا اعامل الفيزرز هون زي ما بعامل الفيكتورز. ايوه عندك سؤال؟ دكتور بس الهير مش هم نفس التردد؟ يعني نفس التردد، كلهم نفس التردد. لازم يكونوا نفس الطول معناتها نفس التردد. اي طول؟ هذا الطول؟ لا هذا شو بيمثل هذا؟ في بي. التردد وين موجود على هاي؟ سؤالك كويس، سؤالك كويس، وين التردد؟ الزمن. انا لما بقول انه عندي سيجنال 50 هرتز، ايش معناها؟ هل هذا بحكي لي شو عم بقولها؟ لا لا، شو بحكي لي؟ بدي هو جاوب. ايش يعني لما اقول سيجنال 50 هرتز؟ شو يعني؟ بالثانية شو بيعمل؟ بيروح ويجي 50 مرة. تمام، هلا يمكن يروح ويجي مسافة طويلة، يمكن يروح ويجي مسافة قصيرة، بس بضل الفريكونسي تبعته ثابت. إذا 50 هرتز وين موجود؟ هي 50. طب كيف بعرف إنه هاي أكثر وضوحي؟ هذول الأطوال؟ هاي بتصير من السيركت أناليسيس، أنا حطيتهم هيك عشوائيا، يعني هذول يمكن يكون حسب قيمة المقاومة، هاي قيمة المكثف، وهذا كل الأشياء هي اللي تعطيني الطول تبعه. هلا كلهم منهم 50 هرتز، اذا الفريكونسي تبعتهم نفسها، بس ايش بتلاحظ الزيرو كروسنج تبعهم؟ في ناس تاخر شوي، في ناس تقدم شوي، هذا عادي. اذا هو اللي راح يتغير في وحده منهم، انا عارف انه اي ويف فورم راح اطلعها منهم سواء كان كرنت او فولتج راح تكون ساينوسويد شكلها، وشو راح يكون الفريكونسي تبعتها؟ 50 هرتز او 314 راديان بير سكند، بس شو راح يختلف بينهم كلهم هذول؟ يا اما الارتفاع يا اما الزاويه، فاحنا اخذنا الارتفاع والزاويه وبالك احنا عارفين انه متماثل ورسمناهم كلهم على هذا الدايجرام اللي موجود هون. اللي بكون ليدنج 90 درجه راح يصير هون، اللي بكون لاجنج 90 درجه راح يصير هون، اللي بكون لاجنج 30 درجه راح يكون هون، وهذا وكله بالنسبه لريفرنس معين. انا اخترت هون الريفرنس انه يكون هذا الفولتج، انت بامكانك تختار الريفرنس اللي بدك اياه، كانك تحركه كله بحيث الريفرنس يصير هذا مثلا الريفرنس وتحطه هون على الزيرو بس. هلا الفيزرز بقدر اعملهم نفس معامله الفيكتورز. هلا في سؤال، بقدر اجمع فولتج لكرنت؟ لا. بقدر اجمع فولتج لفولتج؟ وبقدر اجمع كرنت لكرنت؟ ما بصيرش اجمع فولتج لكرنت. اذا ممكن الفيزرز اللي هم فولتج بيمثلوا فولتج ممكن اجمعهم. يعني لو كان عندي في دائره، هاي الدائره مثلا عندي هذا فولتج 2 بين هون وهون، وهذا فولتج 1 بين هون، او خلينا نحطهم بهذا الشكل هيك وهيك هيك. الفولتج بين النقطه هاي والنقطه هاي شو بيساوي؟ في 1 بيساوي في 1 زائد في 2، لانه لاحظ الاشاره هون هاي مش هيك. إذا أنا إذا بدي أطلع V3 اللي هو الفولتج بين النقطة هاي والنقطة هاي شو بإمكاني أعمل؟ بقول V3 شو بتساوي؟ بتساوي V1 زائد V2. نطلع هلا هون V1 و V2، وين V1؟ هي وين V2؟ لما بجمعهم أنا بجمعهم زي الفيكتورز، بس هم عم بجمع على إيش؟ فيزرز. إذا هذا V1 و V2 كيف بجمعهم؟ نفس الشيء. وهي الفيزر الجديد، هذا الفيزر الجديد إيش اسمه؟ V3. شو معنى هذا اللي طلع معي هون؟ انه هذا في 3 طوله قديش؟ نص ساينوسويد، انه هذا الطول وزاويته قديش؟ نص الزاويه. هاي لا مش شرط تكون نص، حسب الرسم، حسب الفيزرز اللي بشمع، حسب الفيزرز اللي بشمع. اذا الاثنين متساويين ممكن تكون نص الزاويه، يعني اذا كان عندي هون فيزر بهذا الشكل وفيزر ثاني بهذا الشكل وهذا الطول مساوي لهذا الطول، معناها لما برسم هون ايش بيطلع معي؟ هاي الزاويه بتطلع هاي مساوي لهاي، بس بالحاله هذه لانه هذا صار مثلث متساوي الساقين. فاذا هذا مثلث متساوي الساقين معناها هاي الزاويه بتساوي هاي الزاويه، وهاي الزاويه بتساوي هاي الزاويه بالتبادل، اذا هاي الزاويه مساوي لهاي الزاويه. ماشي واضح فكره الفيزرز؟